اخبارنا، بس قبل ما نروح لاخبارنا طبعا ما ينسناش ابدا ان احنا نبارك لفريق كره القدم الفوز امبارح على المريخ 3-2 في مباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه حسينا بروح المكسب، بالرغم من ان المباراه راحت وجت، ولكن انا كمشاهد والله ما كانش عندي شك 1% ان احنا نكسب، لان اللعيبه ادتني الروح ده من اول دقيقه بدليل الهدف المبكر اللي جابه محمد شريف. الهدف المبكر ده نتيجه اللعيبه دخلت في الجيم بدري، داخلين مركزين في روح، بالرغم التعادل وكان فاضل تلت ساعه الفريق قدر انه يعوض بالروح، صدقوني بالروح، الروح كانت عاليه جدا جدا امبارح، يمكن وهو ده اللي اتعودناه من فريق كره القدم في النادي الاهلي، وقت الجد بتلاقي روح وبتلاقي رجال في الملعب. الف مبروك، ان شاء الله القادم افضل، كل الدعم للفريق. يمكن خط الدفاع الصبر شويه، لانه طبعا انتوا عارفين ان خط الدفاع عندنا فيه لعيبه يعني كتير ما لعبتش مع بعض لسه، في ما فيش هارموني بينها من بعض، منعم رامي ربيعه، يعني مجموعه محتاجه ماتشات، محتاجه وقت ياخدوا يفهموا بعض. انتوا عارفين خط الدفاع بيكون اهم حاجه فيها هي الهارموني، ازاي بنطلع نكشف الاوفسايد مع بعض، ازاي بيتحرك انا بقابل انت بتغطيني، بيتحركوا كلهم بهارموني واحد، الهارموني ده هيجي مع الماتشات، ما نقلقش مع الماتشات خط الدفاع هيبقى قوي جدا. التفاعل خط الدفاع مع حارس المرمى، الكلام ده كله بيجي مع المباريات، انا مش قلقان خالص. والحقيقه فرقتنا امبارح الروح بتعوض اي شيء تاني، الروح كانت موجوده وكانت عظيمه وكانت الروح قويه جدا، وشفنا حتى الجماهير اللي كانت في النادي او في استاد السلام امبارح وهي بتتابع المباراه وبتشجع فريقها ما سكتتش لحظه، لان شايفه قد ايه الفرقه وقد ايه اللعيبه بتأدي اللي عليها. طبعا الف مليون مبروك، القادم افضل، ان شاء الله عندنا مباراه قويه في الدوري الاسبوع ده، ان شاء الله مباراه افريقيا المتبقيه ان شاء الله فوز باذن الله، كل توفيق لفريق الكره وكل الدعم للجهاز الفني واللاعبين في الفتره القادمه. هنروح